واكدت الدكتوره جميله سلمان استشاري الامراض المعديه بمستشفى السلمانية وعضو الفريق الوطني ان البحرين ما زالت من الدول التي تحقق نجاحا في مكافحه تفشي فيروس كورونا وان معظم الحالات التي تم رصدها لا تستدعي تلقي العلاج او متابعه طبيه في الوقت الحالي عندنا حوالي 1556 حاله مصابه معظم هذه الحالات الأغلبية طبعاً هي حالات مستقرة جداً لا توجد إيه حتى عليها أعراض عدد بسيط جداً إحنا نتكلم من الحالات اللي عليها أعراض ستة عشر وثمانية من عشرة فهي جداً عدد بسيط بالنسبة للعدد الهائل من الموجود أو العدد الموجود من المصابين بالنسبة للحالات اللي تتلقى علاج هي بس هي فقط واحد واثنين من عشرة وهذا يعطينا بس طريقة مثل ما تفضل الزملاء عن الجهود الكبيرة اللي قامت بها مملكة البحرين في تشخيص الحالات في وقت مبكر وقت مبكر ويكون ما عندهم أعراض وما يكون عندهم مضاعفات للمرض وإن شاء الله نحصل على ونتواصل ونواصل طبعا على نسبة التعافي الكبيرة في مملكة البحرين